الرحمن الرحيم. قال الإمام العسكري عليه السلام في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. الله هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق، عند انقطاع الرجاء من كل من هو دونه، وتقطع الأسباب من جميع ما سواه، تقول: بسم الله، أي أستعين على أموري كلها بالله الذي لا تحق العبادة إلا له، المغيث إذا استغيث، والمجيب إذا دعي.